التراث الشعبي ثروة كبيرة من القيم والعادات والفنون والموسيقى. التراث الشعبي بمثابة الجذور التي تحمي أي أمة من الاندثار والضياع. التراث قيمة كبيرة جدا، ممكن نعرفه بأنه ما يتم تناقله من جيل إلى جيل، من خبرات، عادات، تقاليد، عادات زواج، عادات في الولادة، فنون، قيم. كثير من الشعوب اللي ضاعت هويتها، ضاعت لأنه تم السيطرة على تراثها أو تشويهه أو محوه، وده اللي بيحاول يعمله أي مستعمر، إنه يقضي على تراث أمة. إحنا في برنامجنا حكايات من التراث بنحاول نحمي هذه الأيقونة الكبيرة، بنحاول نعرف بيها الناس وبأهميتها وبروعتها وبقيمتها، لأنها خط دفاع أول وخط دفاع أمن قومي حقيقي. بيسعدنا في برنامجنا الجديد، يا رب يكون جميل وممتع ونستطيع من خلاله إن احنا نقدم معلومة رائعة وقيمة، برنامج حكايات من التراث اللي بتشاركني فيه الزميلة العزيزة نهاد الحديني، وأتمنى أنا معاها طارق عبد الفتاح إن احنا نقدم حاجة جميلة. مساء الخير يا يا رب، نهاد. مساء الفل. انا اللي معاك يا استاذ طارق، أشكرك انا أشكرك. برحب بحضراتكم. وزي ما قال طارق، كنا زمان اهالينا بيحكوا لنا حكايه او حدوته، وكنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يحكى لنا، وكنا بنحكي حكايه. بقى الحكايه دي فرع من فروع الشجره، الشجره دي اللي هي التراث. ممكن الحكايه دي تبقى فولكلور، ممكن تبقى امثله شعبيه، ممكن تبقى قيم، الفنون الخاصه باي مجتمع، الفن التشكيلي، الهويه. والحقيقه انا مش تحيز مني، ولكن احنا كمصريين الحقيقه عندنا من التراث الكثير. عندنا الحقيقه قيم، وعندنا عادات، وعندنا تقاليد، عندنا فن شعبي. لو قعدت مع اي حد في اي مكان، في بحري، في الصعيد، في دلتا، هتسمع حكايه في كل بيت، وكل جد يحكي حكايه مختلفه عن التانيه. وبالتالي احنا تراثنا كبير جدا. صحيح. التراث انه الحقيقه مهما حاول المستعمر في دول كتير، الحقيقه لما بيبدا لاستعمار اي مكان بيبدا بتراثه، لان هو ده الهويه، هو ده الجذور اللي احنا على اساسها بنعيش وبنحكي تجاربنا بعد كده لاولادنا. فده برنامجنا حكايات من التراث، هنحكي كتير الحقيقه انا وطارق، وهنكون مع حضراتكم ان شاء الله. وهنبدا النهارده صحيح. انت بالنيل. عارفه يا نهاد، يعني التراث يعني هو كل النتاج الثقافي للامه، صحيح. يعني دفتر احوالها وتاريخها، الـ الجينات الحقيقيه بتكمن في هذا التراث. صحيح. طبعا هنبدا بحاجه مهمه جدا زي ما انت قلتي، بس عايزين نقول للساده المشاهدين ان احنا هنتكلم عن زي ما ذكرت نهاد الثراء اللي في تراثنا، في تنوع، والتنوع مصدر قوة مش ضعف. صحيح. لما يكون عندي تراث نوبي ويبقى عندي تراث بدوي ويبقى عندي تراث حوض بحر أبيض متوسط، كل ده بيقوي الأمة بتنوعها وتعددها. اللي نهاد يمكن عايزة تتكلم عنه حلقة النهاردة، مش كده؟ النوبة. النوبة. بمناسبة النوبة، احنا ليه بدأنا بيها؟ ده سؤال مهم جدا، لأنه الحقيقة التراث بيعتمد بشكل كبير على الحكي أو على النقل من خلال جيل لجيل. وفي النوبة تحديدا، هذا البلد الجميل، هذه الحضارة الحقيقة، الحضارة العظيمة، حضارة النوبة، معناها أرض الذهب الحقيقة، ده اسم النوبة. وبالتالي احنا بدأنا بيها لأنه تراثها مش مكتوب، تراثها محكي، صحيح. بيحكوه بيتناقلوه من جيل لجيل. علشان كده احنا بدأنا بالنوبة النهاردة. هتكلم عن مكان حقيقة أنا يمكن بدأت أن أنا أعبر من خلال الجرجار، وده الحقيقة زي جميل جدا 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 من النوبة. وقد إيه هنتكلم عن الألوان، عن التفاصيل، عن الحب، عن الفن، عن حتى حبهم للموسيقى، عن صحيح. كمان عشقهم للأرض، واللي تجسد الحقيقة في كل فنونهم المختلفة اللي هيطلوا بيها معانا النهاردة من خلال حكايات من التراث. صحيح يا نهاد، الموسيقى بالنسبة للنوبي ما هياش مجرد فن، لا ده حاجة اجتماعية، تعبير اجتماعي عن حالات متنوعة. ممكن في الزواج في موسيقى خاصة، في الولادة في موسيقى خاصة، حتى عند الوفاة عندهم موسيقى حزينة وأغاني حزينة تخص حالة الوفاة. هي أقرب ما تكون إلى وعاء اجتماعي بيعبر عن مشاكلهم، قضاياهم، طموحاتهم. الموسيقى النوبية
كان في أفضال لفنانين كتير في الحفاظ على الموسيقى النوبية، وأيضا بعض الموسيقيين الكبار زي الأستاذ الدكتور فتحي الخميسي بيرى أن الموسيقى النوبية مظلومة ويجب الاهتمام بها أكثر والحفاظ عليها أكثر حتى لا يتهددها أي ضياع. لكن الحمد لله أن في أجيال من النوبيين سواء المقيمين في كوممبو أو في القاهرة أو في أي محافظة محتفظين بهذا التراث. ده اللي احنا بنتكلم بقى عنه يا بالظبط نهاد، حفظوا التراث من جيل لجيل بالظبط وابتدوا صحيح يتكلموا ويغنوا باللغة صحيح النوبية وبالموسيقى النوبية بيحافظوا عليها جدا. جدا. يعني أمثلة على سبيل الذكر للحصر، لما نشوف الجميل أحمد منيب طبعا المثل الأكبر والأعظم ليهم قد إيه بيحافظ على التراث النوبي كما هو. في منهم اللي بيجدد، وهو طبعا الفنان العالمي حمزة علاء الدين، هو بيجدد في صحيح الموسيقى النوبية ولكن أيضا بالحفاظ على التراث والهوية واللغة النوبية والحفاظ عليها من الاندثار، اللي للأسف الشديد لأن دي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه النوبيين. في بقى على الخط الوسط نجمنا الجميل اللي كلنا بنعشقه محمد منير، اللي يمكن حفظنا بعض أغانيه احنا مش فاهمين اللغة النوبية قوي ولكن حبيناها وعشقناها، وعشقنا حتى السلم الخماسي أو الموسيقى الخماسية، وده شكل جديد هنتكلم عنه النهاردة، أو الشكل الخاص بالنوبيين من خلال الموسيقى الخاصة بيهم. مش بس هنتكلم عن الموسيقى، هنتكلم عن كل تفاصيل حياتهم المليئة بالألوان، المليئة بحب الحياة، زي ما قلنا على الرغم من بعض الظروف مش هتكلم عنها أبدا، ظروف التهجير وغيره، ولكن اللي قدروا إن هم يحولوها من مشكلات عاشوها على أرض الواقع لفن وحب للحياة. صحيح، إعادة التوطين لم يعني تؤثر في الثقافة النوبية لأنه كان في حرص شديد من كل نوبي للحفاظ على هويته، صحيح الحفاظ على ثقافته. وفعلا يمكن حمزة علاء الدين اللي ذكرته زميلتي نهاد كان له فضل الحفاظ على الموسيقى النوبية من الاندثار، وخاض رحلة كفاح مريرة صحيح بره وأصبح موسيقي عالمي. صحيح ولكن التقدير بتاعه احنا بنحاول يعني نقدم باقة ورد لأنه واحد برضو من الفنانين العظام. الحقيقة نهاد في أشياء كثيرة جدا، ويمكن بعد ما ننهي المقدمة هنطلع بفاصل الملك اللي انت ذكرتيه محمد منير. صحيح. في عندك أقوال أخرى ولا تحبي نطلع لا على هو انا خلصت اقوالي يا فندم، ما لديك اقوال اخرى؟ احنا بقى نسيب بقى الجمهور يستمتع بالجميل، ربنا يا رب يديله الصحه وطوله العمر، اللي حب ارضه وحب وطنه وحب اسرته وحب حياته، واحنا كلنا عاشقين محمد منير. ونرجع تاني بعد الفاصل. ولا بيرجع ولا